إذن أولا أشكركم على وجودكم معنا وهذا الحدث المهم جدا مهم لأن هذا حدث من ضمن طرف جهات بني ملال وهذا كيبين من واحد يعني مجال جديد هو اهتمام الجهات والجماعات بالمجال ديال التراث ومجال ديال الثقافة مع المجتمع المدني وهذه النقطة كنركز عليها لأنها غتساعدنا غتساعد الحكومة غتساعد قطاع الثقافة باش تزيد تعرف وتحامي على التراث المادي ولا مادي. هذا النشاط اللي بالطبع عرف رعاية سامية ديال سيدنا الله ينصرو إذا كيدخل في الاهتمام الاستراتيجي ديال الترويج الاقتصادي والثقافي لهذه المناطق ومنطقة كبني ملان يعني غنية يعني في هذا المجال الثقافي والتراثي والجيولوجي. اليوم بالطبع التعريف ديالو ثقافيا تاريخيا مهم جدا والوجود اليونسكو معنا إلا وكيبين هي شهادة دولية بأن هذه المنطقة عندها واحد الأهمية خاصة وكيف ما قلت قبيله مع الشركاء آخرين بما فيهم قطاع السياحة خاص يكون هناك اهتمام كذلك باش بالطبع كاين غنى تاريخي غنى جيولوجي خاصنا نفكروا حتى في الأجيال الصاعدة وهنا لابد الاستثمار كذلك في مجموعة ديال المقاولات اللي غيكون واحد التنشيط ثقافي ترويج سياحي باش كذلك الساكنة المنطقة يعني تستفد اجتماعيا واقتصاديا بهذا الغنى الثقافي والتراثي. شكرا لكم.